عندي السؤال نخرجوا معلم طحت لي هادي اسمي في سياش مزيان طحت لي من لقاش في سياش جديدة دابا نشوف لا مشيت عندك ولكن هذاك اللي قاعد عنده زعما قلت لك لقاه بونا فاز لا هي اللي ديال الفيك صافي طاح في الفيك راه دويش معاه حتى الاخر دابا حاسس معاه النغمه ياسر سير خويا وكانت ترى احنا دمنا في نور في نور في السيد تبعي
شوية وكنا نقولهم مرة. المهم دابا غنكملو البارتي ديال إصلاح الموطور. داك النهار مشيت شريت زيت لقيت مكيتسكاش يساعد بيه مثل الفيلم دوك لي كاع. مشيت شريت شي معنتي كيساعد بيه زيت ديال 5100 موتيل. المهم درت ليه فيطون شغل دابا زيت لي شحال غنمشيو نمشيو ليه لي كالي ونمشيو ونركبو الكاليات مزيانين ديال ديبار وطريق. ولقيت الكروات هي عيانة غادي نشريها ونخليكم مع الفيديو. هي اللي ولا معايا هو الموطور بلاك ضروري تغطى. المهم الدراري اللي كيسيو واش نعطيو باكا الاهداف خصوصي كنتيني باكا نبغينا نشريو نسافر هكا عارف نتوما عارفين الشبهات حتى مع المخزن فهمتيني شاف فيديوهات ديالك انت شخصر ولا شي حاجة راه بغي يعرف بغي يعرف فين تتكون يطابقي بلاكا يعطيو فين تتكون. المهم الدراري خليكم معايا. المهم الدراري دابا حنا غادي نشريو لي كالي خليكم معايا. راك عارفين هذا هو المحل ديالنا ديال اللي بغى شي حاجه راه مرحبا ثمن مناسب. وانت راه هنا لي غالي واش ديال لومبري نشوفو واش خاسرين ولا لا. هما هو المحل تعرف في الخواص. المهم هادشي راه هو هذا شنو شنو خارج شنو هو موطرة الله حسد اي سلام صافي خالي نعم الدراري حنا عند السيكل دابا هما نركبو الموطور لاعب ونركبو ليه لي كالي ونجدو لومبرياج. Hey, Alec.
حنا هادي خاصنا امبرياج دابا كل الموطور مزيان ولا مزيان مزيان نتمنى يكون عجبكم الفيديو. المهم هذا الفيديو ديال الاصلاح ديال المطار وسالينا دابا ماشي سالينا كومبلي ولكن دابا نقدر نديرو فيديو تتفاعل تفاعلين دوبونا في الكومنتار. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو هذا وحل الفيديو كاملين. المهم نتلاقاو في فيديو جديد.